دعوة قالت عالمية. المؤتمر عالمي نعم، فأخوي طبعا فإحنا جانب كبير في من دعوة المشاركة من من الخارج. أمريكا، رئيس جامعة باشن بأمريكا هيحضر بنفسه. عندنا المفتي لبنان وفريق الإعجاز العلمي من علماء لبنان هيحضروا، والهند كذلك بعض علماء الهند، الجزائر. وأن أعلنت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن عدد من العناصر الاسترشادية للباحثين في موضوع إعجاز القرآن الكريم والسنة في بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة، والتي شملت مفهوم التنمية وعناية القرآن الكريم والسنة بالعلم والتعليم والتعلم المستمر، عناية القرآن والسنة بتنمية العقل بالتدبر والتفكر والتفقه وكل مستويات التفكير، عناية القرآن والسنة بتنمية القدرة على العمل والإنتاج، وتنمية القدرة البشرية في القرآن والسنة على الإنتاج الزراعي والحيواني وإعمار الكون. بالجهة التنمية الذاتية للمال في القرآن والسنة، يأتي ذلك قبل أسابيع من إقامة المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي والسنة النبوية بالقاهرة، والذي يستضيفه الأزهر الشريف بالتنسيق مع جمعية الإعجاز العلمي، والذي يحضره ممثل هيئات وجمعيات ومؤسسات الإعجاز العلمي في دول العالم.